بقى، تمام. كلنا قلقانين على زيزو. فزيزو ان شاء الله كده متوقع يكون في خلال قد ايه او يرجع امتى ان شاء الله؟ بص، هو يعني انا تحليلي موضوع العضله الخلفيه بتاع زيزو ممكن ياخد من اسبوعين لثلاث اسابيع من وقت الاصابه، يعني رينج يعني كويس. يعني احنا مصاب بقاله دلوقتي كام يوم، ففي الغالب هيرجع. وانا عارف ان الزمالك اداهم راحه فتره، ادى الراحه ويقدر يتعالج فيها ويرجع بسرعه. طب يعني هو قدام، طب يعني بالحسابات كده 27 سوبر ماتش يوم كام؟ 27 كام؟ 27 9 مش كده؟ 27 سبتمبر، ده لسه اكتر من شهر، شهر ونص، ده بعيد قوي يعني. لا ان شاء الله يعني يبقى جاهز. ده لسه يعني بالنسبه لزيزو الموضوع مش هياخد وقت، يعني هو يعني ان شاء الله يتعدي كويس ويتعمل له برنامج تاهيلي كويس. طبعا هو في تناسق بين المنتخب وبيننا يعني وبين الزمالك يعني. وتم الشرح للدكتور اسامه طبيب الزمالك عن الحاله بتاعته، بحيث ان هو يكمل من حيث احنا ما انتهينا يعني.